يقع مسجد داشيشي في شارع سيداتيه داشيشي بوسط البلدة القديمة لمدينة شيئان التابعة لمقاطعة شانسي شمالي الصين، ويقع غرب المسجد الكبير للمدينة، لذلك أحيانا ما يعرف باسم مسجد شيئان الغربي. يرجع تاريخ بناء المسجد إلى عصر أسرة تانغ، حيث بني في فترة حكم الإمبراطور تشونغسونغ، وذلك في عام 705 ميلادية، وهو ما يدل على وصول الإسلام للصين في فترة مبكرة للغاية. تعددت مسميات المسجد منذ تاريخ بنائه، فقد أطلق على المسجد خلال عصر الإمبراطور شوانزونغ لأسرة تانغ اسم هوي هوي تانغ، وفي عصر أسرة يوان خلال عصر الإمبراطور قوك بلاي خان تغير اسمه إلى هوي هوي وان شانسي، بينما اسمه الحالي فقد اكتسبه المسجد في عصر الإمبراطور هونغو لأسرة مينغ. تم توسيع المسجد وتجديده في عصر أسرة يوان خلال عصر الإمبراطور قوك بلاي خان على يد الحاكم المسلم السيد أجل شمس الدين عمر بين عامي 1211 إلى 1279، والذي كان واليا على مقاطعة يونان. ولكن العمارة الكبرى للمسجد كانت في عهد الإمبراطور يونغلا لأسرة مينغ على يد القائد الشهير تشانغ خا، ونظرا لأهميته التاريخية تم إدراج المسجد كأحد المواقع الأثرية بمقاطعة شانشي عام 1956 ميلادية. يشغل المسجد مساحة قدرها 3000 متر مربع تقريبا، حيث يبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب 87 متر، ومن الشرق إلى الغرب 37 متر. تقف المئذنة في الناحية الشرقية، ويرجع تاريخ بنائها إلى عصر أسرة سونغ، إلا أن عمارتها المربعة الحالية تمت على يد تشانغ خا خلال عصر أسرة مينغ. تم بناء المئذنة على الطراز المعماري الصيني المعروف باسم الهياكل الخشبية الصينية التقليدية. يتميز السقف بكونه مزخرف بثلاثة رفارف مزدوجة. يقع الصحن في وسط المجموعة المعمارية، ويضم عددا من العناصر منها الجواسق والهياكل الخشبية وعدد من اللوحات التذكارية المكتوبة باللغتين العربية والصينية. يقع بيت الصلاة في الناحية الغربية للمسجد، ويعتبر أفضل الوحدات المعمارية وأجملها. يطل بيت الصلاة على منصة القمر بواجهته الشرقية، ويتقدمه سقيفة، وتتميز واجهة المبنى بالأشغال الخشبية ذات المنحوتات والزخارف الرائعة. Thank you.
Thank you.